بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقف مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الناس في الإيمان أصناف، فمنهم المؤمن المتمكن من الإيمان الثابت على إيمانه، ومنهم صاحب الإيمان الضعيف الذي هو على طرف، فهذا عرضة للانزلاق عند الفتن، أما الأول فإنه ثابت بإذن الله، لا تزعزعه الفتن والشبهات، وأما ضعيف الإيمان فهو عرضة للانزلاق عند أدنى شبهة أو فتنة تعرض له. من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، على طرف من الدين، لضعف إيمانه، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن بإيمانه وثباته، وأما إذا عرض له فتنة وامتحان فإنه يتغير وضعه، انقلب على وجهه، يرتد عن الإسلام وعن الإيمان، لأنه لم يتمكن، خسر الدنيا والآخرة. إذا انحرف عن الإيمان وارتد عن الإيمان خسر الدنيا، خسر الآخرة والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، البين الواضح، الخسران الذي لا ربح بعده. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات أيضا أن تكون الأسئلة المطروحة على سماحة الشيخ صالح أيضا واضحة ومختصرة وفي محيطنا الشرعي، كما نذكركم بتليفون البرنامج الذي سيظهره مخرج هذه الحلقة: 011-442-83-13، لمن أراد الاستفسار عن الأسئلة والأحكام الشرعية. هذا سائل يا شيخ صالح يقول: كيف كان الهدي النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في العدل بينهن وفي البيت النبوي مأجورين؟ نعم، كان الهدي النبوي مع للرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته هدي العدل والإنصاف في حقوقهن، الحقوق الزوجية، فكان يعدل بينهن في القسم وفي المبيت وفي النفقة، لا يحيف مع إحداهن دون الأخرى. وأما العدل في المحبة فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يحب بعض زوجاته أكثر من بعض، ولأنه هذا من
شأن الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قسم بين زوجاته قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عادل يقول: ما مناسبة الحادثتين والعبارتين زادك الله حرصا ولا تعد؟ نعم، هذا في الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم نبهه وقال: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا. وكان صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. وحث صلى الله عليه وسلم على الطمأنينة عند المجيء إلى الصلاة، تقارب الخطى وعدم العجلة والسرعة. نعم. العبارة الثانية يقول: حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا لما جاءت غزوة الأحزاب، ما جاءت غزوة الأحزاب الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب وحاصروا المدينة، وأصاب المسلمين من الضيق والشدة ما أصابهم، فالكفار من خارج المدينة حاصرون لها، واليهود من داخل المدينة، والمنافقون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، اشتد الكرب بالمسلمين. العدو جاءهم من داخل والخارج. ثم إن الله، وكان المسلمون قد حفروا خندقا بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه حول المدينة، فنفع الله بهذا الخندق فلم تستطع الخيل أن تقتحمه، ولكنهم حاصروا المدينة وضايقوها. ثم إن الله جل وعلا أرسل عليهم ريحا شديدة باردة كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحصبتهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم فرحلوا عن المسلمين، وفرج الله عن المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، وجنودا لم تروها، يعني من الملائكة، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله جل وعلا ألقى الرعب في قلوبهم، الملائكة تطردهم والريح تحصبهم، والقلوب ارتجفت عندهم، فالله جل وعلا ردهم عن المسلمين وفرج للمسلمين بعد الكرب. نعم. نبدأ بالاتصالات وناخذ المتصل أبو عبد الله من القصيم. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله عندي سؤالين. الأول، أنا إنسان كبير وود ومشلول، ودي أخذ عمرة، وأنا ما أتحكم في البول تكرم، وألبس حفاضي، ما أدري هو يجوز أني ألبس حفاضي وأنا محرم ولا ما يجوز؟ طيب، والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني، أنا أتيمم للصلاة، أتيمم لأني ما أقدر أقوم، ما ولا عندي أحد يدخلني، ودي أدوث المياه، وش اسمه، وأتيمم ويدي اليسار مشلولة ما تبسط على التيمم. طيب، واضح، الله يعافيك.
نعم. وأنا أخللها من سحب التيمم من سحب الثانية. طيب، هيذكر بأنه شيخ كبير مشلول يا شيخ، ويرغب في أداء العمرة ويلبس حفاظة، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا بأس بذلك، اتقوا الله ما استطعتم. والحفاظة إذا كانت مخيطة، إذا كانت مخيطة هذا من لبس المخيط، وهو ممنوع المحرم من لبسه، يلبسها لكن يفدي طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام فدية عن لبس المخيط، وإن كانت غير مخيطة فلا شيء فيها. نعم. أيضا يذكر بأنه فضيلة الشيخ إحدى يديه مشلولة ويتيمم للصلاة، لا عنده أحد يدخله إلى دورات المياه ويتيمم لكل صلاة. الشيخ إذا كان لا يقدر على أن يتوضأ يذهب إلى الماء ويتوضأ وليس عنده أحد يعينه وحانت الصلاة، فإنه يتيمم لأنه غير قادر على الطهارة بالماء بسبب المرض، فيتيمم بالتراب ويصلي والحمد لله. الحمد لله. نعم. أبو عادل بقي له سؤال الشيخ في آية، يقول في الآية الكريمة: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذا يوم القيامة، إذا قامت الساعة تتشقق السماء وتتفطر من شدة الهول. السماء منفطر به، يعني تتشقق السماء وتتفطر السماء على قوتها وصلابتها من شدة الهول. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من البدائع يقول: ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في العيد في سورة قاف، ما معنى ذلك؟ لا، ما هو في العيد، في الجمعة يقرأ منها، يقرأ من سورة قاف، ولا يقرأها كلها في جمعة واحدة، إنما يقرأ منها في الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، ضوابط الرقية الشرعية، كثر الراقون في وقتنا هذا وكل يجتهد فضيلة الشيخ، ولكن ما الضابط في ذلك للذهاب إليهم؟ لا يذهب للرقاة إلا الرقاة الذين عندهم عقيدة سليمة وعندهم علم بالرقية وعندهم إخلاص لله عز وجل. وأما الرقاة الذين لا يوثق بعقيدتهم أو الرقاة الجهال فلا يذهب إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل هذا القول لعائشة، يقول رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، المناسبة والعبارة هي تقول عائشة: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ نعم، تقضي الصوم لأن الصوم لا يتكرر، قضاؤه سهل عليها. وأما الصلاة فلكونها تتكرر فقضاؤها يشق مع كثرة الصلوات التي تتركها الحائض، لذلك خفف الله عنها ولم يوجب عليها قضاء الصلاة. نعم. تفضل يا مناحي من بيشة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي يا شيخ سؤالين. الأول فيه ناس يجون للمسجد وبيوتهم مبتعدة، يعني حول 100 ولا 200 متر، ويمشون، ولما يجون للمسجد وللصلاة يأخذ له كرسي ويجلس، ما يقوم للصلاة. والسؤال الثاني، لحظة يجاوب الشيخ عليه، هذا مهم. تفضل. القيام ركن من أركان الصلاة، فيه تشويش. طيب خلاص، نكتفي بسؤاله. نعم. تفضل يا شيخ. يقول القيام في الصلاة ركن من أركانها، الصلاة الفريضة، فإذا كان يعجز عن القيام فيصلي قاعدا،
أما إنه يقعد وهو يقدر على القيام فلا تصح صلاته في الفريضة. نعم نعم. فضيلة الشيخ، ورد هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول أرجو من الشيخ صالح الإجابة عليه. يقولون ساتر هو اسم عفريت من الجن، فإذا قلت يا ساتر فقد أشركت بالله دون علمك، والصحيح هو ستار، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ لا أعلم أن الجن فيهم أحد اسمه ساتر. الله جل وعلا من اسمه الستير، ما هو الساتر، ستير، كذا ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ صالح، في هذه الآونة الحقيقة كثر الفتية وكثرت العبارات وعبارات الدعوة في الجوالات، فيرسلونها يا فضيلة الشيخ وليس عندهم علم شرعي، وهذه أيضا جاءت في إحدى الجوالات. الفتوى لا تؤخذ من الجوالات التي يلقي فيها الجاهل والمغرض والمضلل، إنما تؤخذ الفتوى من العلماء، إما بالمشافهة وإما بالمراسلة وإما بالمكالمة بواسطة التلفون أو الجوال. الأمور متيسرة ولله الحمد عند في الفتوى، والمفتون المعينون الموكول إليهم الفتوى معروفون ولله الحمد، فيستفتي من عنده علم ومن يوثق بعقيدته ودينه، ولا تؤخذ الفتوى من الجوالات أو من المواقع المشبوهة والتي يدخل فيها الجاهل والمغرض. نعم أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول أرجو من سماحة شيخنا العلامة الشيخ صالح أن يوجه كلمة، فبين أبي وعمي خلاف استمر لمدة 7 سنوات، وقد انقطع الرحم بيننا، فلا يتصلون علينا ولا نتصل عليهم، ونحن البنات نود أن نصل هذا العم ونقوم بخدمته وصلة رحمه، فما حكم الشرع في نظركم في هذه القطيعة بيننا وبين العائلتين؟ لا يجوز القطيعة، قطيعة الأرحام، قال الله جل وعلا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، فالقطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعة الأرحام. فعليكم بالصلح، إذا حصل بينكم اختلاف عليكم بالتسامح والصلح، وعلى الأطراف الأخرى أن تصلح بين المتقاطعين، فالصلح مقامه عظيم، الصلح جائز بين المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم مسفر من الطائف، تفضل يا مسفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام بالله فضيلة الشيخ، بالنسبة للقردة اللي نشاهدهم هذول الآن موجودين، هل هم من ذرية القردة المنسوخين؟ يا أخي ما ندري. نعم طيب شكرا. عندك بقي من أسئلتك شيء؟ شكرا بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس البياض، وهل كان يعجبه البياض؟ هل هذا الحديث وارد؟ نعم، البياض محبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، وهو محبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ما الحكمة من خلق الإنس والجن؟ ليعبدون، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة. نعم. يقول عندما يقولون هذه العبارة من الإسرائيليات، ما المراد بالإسرائيليات؟
الإسرائيليات الأخبار الواردة عن بني إسرائيل، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم، فهل نصلي الصلاة الفائتة أولا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة من الزمن، أي بعد صلاة الجماعة؟ تصلى الفائتة قبل الحاضرة، إلا إذا ضاق الوقت عن الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة حفاظا على الوقت. نعم. فضيلة الشيخ، عبارة من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. نعم. هل هذا حديث من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء؟ نعم، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كلمة عظيمة، دعاء له بالخير. نعم. الاستدلال يقول الشيخ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والدعوة إلى الله. الأحاديث الضعيفة من شأن العلماء، ما يستدل بها إلا أهل العلم، يعرفون كيف يستدلون بها. يذكر العلماء أن الحديث الضعيف استدلوا به في التخويف والترغيب، ولا يستدل به على أحكام شرعية تبنى عليه. نعم. الشيخ صالح، هذا شخص عجز عن سداد القرض فأدخل هذا الشريك معه في الأرض، هل هذا جائز؟ يعني باع على شريك شاركه الأرض، باع بعض الأرض على أحد آخر. نعم. هذا السؤال. نعم يا شيخ. إيش المانع من هذا؟ له أن يبيع. نعم. وما حكم الصلاة في مسجد بني على قبر؟ لا تصح الصلاة ولا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لا تصح ولا تجوز. لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. يا شيخ صالح، هذا قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فيمكنك الذهاب إلى أهلك أو لا أحتاجك، هل يعد هذا من ألفاظ الطلاق؟ هذا يسأل عنه القاضي الذي في المحكمة القريبة منه، أو يأتي إلى دار الإفتاء ويسأل المشايخ. نعم. ما حكم يا شيخ إضافة نسبة قليلة من الكحول أو الخمر إلى الطعام أو الدواء؟ لا يجوز هذا، الخمر ما أسكر كثيره، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما يجوز استعمال الكحول في طعام ولا في غيره، إذا كان يقصد بالكحول الخمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: حدثونا حفظكم الله عن فضل الإخلاص في العمل، وهل يقبل العمل إذا كان قليل الإخلاص؟ نعم، يشترط لقبول العمل شرطان. الشرط الأول أن يكون على السنة، موافقا لما جاء في الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله، كما قال تعالى: من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للسنة. نعم. تفضل يا أحمد معنا على الخط. وعليكم السلام. ارفع صوتك يا أحمد. مساكم الله بالخير يا شيخ. الله يحييك، تفضل. حياكم الله. حكم زكاة الذهب، احترنا يا شيخ، في الذهب الملبوس يقول ما في زكاة، وفي ناس يقول الذهب الملبوس إن في زكاة، نبغى تفتنا فيها. وشكرا يا شيخ، الله يحفظك. شكرا يا أحمد، بارك الله. ألو. شكرا. جمهور أهل العلم على أن الزكاة، على أن الحلي الملبوس ليس فيه زكاة، جمهور أهل العلم. ومن العلماء المحققين من يوجب فيه الزكاة، فالمسألة خلافية. وإذا زكته المرأة فهذا أحوط لها لا شك. نعم. بعض الأخوات يستفسرنا يا شيخ عن حديث: أتحبين
أن يسورك الله سوارا من نار، هل هذا وارد؟ نعم، هذا حديث صحيح، فهو دليل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوارا على إحدى زوجاته قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله به سوارا من نار؟ هذا هو دليل الذين أوجبوا الزكاة في الحلي. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع سماحة الشيخ صالح الفوزان. تليفون البرنامج يظهره مخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي. نود أن تكون الأسئلة أيضا مختصرة وفي محيطنا الشرعي. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هل من السنة يا شيخ إذا قدم الإنسان من السفر صلى ركعتين في أقرب مسجد، وقد يكون المسجد غير مهيأ ولكن يصليها في البيت؟ لا، السنة أن يصليها في مسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يقول اشرحوا لي حديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر ما قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر حسن الخلق. حديث واضح في هذا. نعم. يقول يا شيخ، كنت متساهل في صلاة الجماعة ومن الله علي عز وجل فحافظت على الصلوات في أوقاتها، وأنا أعرف عدد هذه الصلوات التي كنت أتركها، فهل أصليها مرتبة أم ماذا علي الآن؟ يجب عليك قضاءها مرتبة ما دام تتمكن من قضائها لقلتها، يجب عليك أن تقضيها مرتبة. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ يقول، حدثونا عن فضائل وحفظ واستظهار الأحاديث النبوية، وهل لابد أن نحفظ هذه الأحاديث؟ تحفظ ما تحتاج إليه، تحفظ منها ما تحتاج إليه، وهو متيسر، مثل الأربعين النووية، 40 حديث للإمام النووي، حفظها يسير وميسر وهي أحاديث جوامع. نعم. الشيخ صالح يقول، هل الإصرار على فعل المحرم والتعلق به يدل على استحلاله؟ لا، ما يدل على استحلاله، لكن يدل على التساهل، على التساهل، فيجب التوبة من الحرام والإقلاع عنه. نعم. من الأسئلة التي وردت يقول يا شيخ صالح، أيهما أشد خطرا، الشرك الأصغر أم الكبائر والبدع؟ الشرك أخطر شيء، الشرك أخطر شيء، هو أكبر الكبائر. نعم. من الأسئلة التي وردت، نصيحة من الشيخ صالح لمن يعمل العمل الصالح ويبتغي به الدنيا ولا يبتغي به وجه الله. هذا قال الله فيه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني بعمله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. أم سامي تقول، الشيخ صالح، هل المرأة مخاطبة مثل الرجل في الأوامر والنواهي والاستجابة لدعوة الله عز وجل والعمل الصالح أيضا؟ بلا شك، المرأة العاقلة مثل الرجل في التكاليف، في غالب التكاليف الشرعية، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. أبو مبارك يقول، الشيخ، تركت العقيقة عن أولادي وبناتي وتزوج الأولاد وتزوج البنات، ف
فما الحكم؟ فات وقتها، فات وقت العقيقة. نعم تفضل يا ماجد من جازان معنا على الخط. تفضل حسين. تفضل حسين. نعم تفضل حسين. السلام عليكم. قصر التلفزيون حسين، قصر التلفزيون شوي. ما في مسجد نعم لا يوجد الامام ولا مؤذن، فاعلنا الخير يقوم بواجب المسجد هذا، وفي شخص ساكن بجوار المسجد فصلوا الكهرباء عليه الشركة وموصل من المسجد، ارسلت عليه ونصحته قلت له خاف الله لنفسك، ما في ما تجاوب معي، كلمت جماعة المسجد ايش رايكم، بلغ في الشخص هذا قال يا شيخ خلوا يوصلوا بس ما ادري ايش الواجب. عندكم وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد. طيب. راجعوها. شكرا بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أرسلت لنا إحدى الأخوات تذكر رسالة بأن لها أولاد بالغين لا تستطيع في هذه الأيام، خصوصا مع قدوم الشتاء، إيقاظهم لصلاة الفجر، ووالدهم يعاند ويقول اتركيهم، وأنا تقول دائما أشكو إلى الله ثم إلى هذا الوالد ليساعدني، يقول بعبارة أنت لست مسؤولة عنهم اتركيهم يصلحهم الله. هذا والد سوء والعياذ بالله، الواجب عليه أن يوقظهم وأن يذهب بهم إلى المسجد وأن يضرب من يتخلف، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الواجب عليه أن يهتم بأولاده وأن يذهب بهم لصلاة الفجر وأن يضرب المتكاسل، ومن استمر على ذلك يبلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ بالنسبة لضابط البدعة، فضيلة الشيخ كي لا نقع فيها، وهل للبدع أقسام؟ البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ما أحدث في الدين من العبادات وغيرها من الأعمال التي لا دليل عليها فهي من البدع المحدثة التي يجب تركها وإنكارها. نعم عادل يقول يا شيخ ما المقدار المجزي من العلم الشرعي في التخصص؟ ما يستقيم به دين الإنسان من عقيدته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه وعمرته. نعم يقول يا شيخ عادل سأسافر للدراسة وأرغب في الفتية في صلواتي، هل أجمع وأقصر حتى أرجع إلى بلدي بعد الدراسة أم ماذا أعمل؟ لا يا أخي، أنت مقيم في بلد الدراسة، أنت مقيم إقامة طويلة، فعليك أن تصلي مع الجماعة وأن تحافظ على الصلوات وأن تصوم رمضان لأنك مقيم إقامة طويلة. نعم معنا المتصل عبد الله. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بالخير يا شيخ صالح. حياك الله. الله يطول بعمرك. عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك. الأول الله يطول بعمرك، الواجب على المسلمين عند تأخر المطر. طيب. السؤال الثاني. الدعاء. نعم. الواجب الدعاء. نعم. الدعاء يا شيخ بس الصلاة يعني لازم بعد شروق الشمس ولا لها بعد الظهر أو العصر وقتها؟ صلاة الاستسقاء عند ارتفاع الشمس فيه صدى. طيب والسؤال الثالث يا عبد الله؟ السؤال الثاني طال عمرك أنواع الصلح وفضله، في قول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرما حلالا، ما وجه صلح الجائز وفضله. السؤال الثالث طيب خلاص نكتفي بهذا الآن، في تردد في تردد. شكرا. أنواع نعم. الصلح وفضله. الصلح خير الصلح بين المتنازعين والمتخاصمين فيه خير، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
فالصلح خير كما قال الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ يقول: والدي أدخل المستشفى وأغمي عليه من أثر البنج والمنوم وقد فتته بعض الصلوات، فما الحكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ يقضيها مرتبة، يجب عليها أن يقضيها مرتبة إذا صح من البنج. نعم. الشخص الذي ترك الصلاة في حال المرض ثم مات، هل يلزم الأولاد شيء من القضاء؟ لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة. نعم. ما القول الراجح الشيخ صالح في إهداء ثواب الأعمال مثل قراءة القرآن والعمرة والحج؟ ما ورد به الدليل أنه يهدى ثوابه يعمل، مثل الحج والعمرة والصدقة والدعاء وغير ذلك، وما لم يرد فيه دليل لا، الأصل أنه للعامل. نعم. والصلاة لا يصلي أحد عن أحد. نعم. جزاكم الله خير. يسأل عن فقرتين الأخ أبو مبارك، يقول: بالنسبة لنوم الصائم في رمضان بأنه عبادة، هل هذه العبارة صحيحة؟ إيه نعم، إذا قصد به التقوي على الصيام والقيام الليل فهو عبادة. نعم. والفقرة الثانية يقول يا شيخ: النظر إلى الكعبة أيضا هل هو عبادة؟ ما ورد به دليل، الطواف بالكعبة هو الذي فيه الفضل. نعم. يقول: ما الحكمة من رمي الجمرات فضيلة الشيخ، وما الوارد في ذلك من الدعاء؟ ذكر الله جل وعلا، رمي الجمرات شرع لذكر الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يسأل يا شيخ عن قراءة القرآن دون تحريك اللسان. ما يكون قراءة هذا، لا بد أن يحرك لسانه بقدر ما يسمع نفسه على الأقل. نعم. يا شيخ، حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. إيه نعم، هذا صحيح، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بعد الثالثة لمن شاء. نعم. الشيخ صالح، الأحكام المتعلقة بالمسح على الشراب وخصوصا بأننا على أبواب الشتاء فضيلة الشيخ، ما الأحكام المترتبة على ذلك؟ الشراب تقوم مقام الخفين، فإذا كانت صفيقة يعني ساترة لما وراء وليس فيها شقوق وليست صافية يرى الجلد من ورائها يمسح عليها. نعم. جزاك الله خير. يقول يا فضيلة الشيخ: عندما أذهب إلى العمرة أو إلى الحج أخذ معي كتاب أدعية، وندعو جميعا وواحد يقرأ علينا الأدعية ونردد معه. لا بأس بذلك، لكن ليس هذا بلازم، كل يدعو بما تيسر له من الأدعية بدون أنه يكونون جماعة مع واحد يدعو وهم يدعون ويرددون ما يقول أو يؤمنون، كل واحد يدعو بما تيسر له من الأدعية. نعم. كم بين العمرة والعمرة يا شيخ صالح؟ ليس بينهما حد، كان ابن عمر رضي الله عنه يصبر بين العمرتين حتى يجمم رأسه، يعني حتى يكون له شعر يحلقه في العمرة الآتية. نعم. أبو عبد الله تفضل معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ الله يبارك فيك، أنا نازل اسمي في الصندوق العقاري، هل أقدر أتنازل عنه مقابل سلعة؟ سواء أتنازل عنه هو الأرض جميع أو تنازل عنه الحالة؟ والله هذا تراجعون الصندوق العقاري في صدى. طيب، شكرا يا أخي عبد الله على سؤالك وأجابك الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا يقول: عازم إن شاء الله على الحج وأنا في الأربعين، لم يتيسر لي الحج
وعازم هذه السنة 1438، فأي الأنساك أفضل فضيلة الشيخ أو آخذ بها؟ تمتع، أفضل الأنساك التمتع، يحرم بعمرة من الميقات ثم يؤديها إذا وصل إلى مكة، ثم يتحلل من إحرامه ويلبس ثيابه، فإذا صار يوم 8 يوم التروية يحرم بالحج. نعم يا شيخ صالح، ما حكم ترك الحج مع القدرة عليه؟ لا يجوز، هذا ركن من أركان الإسلام، يلزم به، يلزم به، يلزمه ولي الأمر إذا علم بحاله يلزمه بالحج. نعم. يسأل أيضا فضيلة الشيخ عن صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وما الأفضل إذا كان الإنسان يستطيع أن يصوم يوميا يا شيخ؟ أفضل الصيام صيام داود كما في الحديث الصحيح، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. هذا السائل يستفسر عن المراد بالآية وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم، إذا جاء الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده تشرق الأرض بنور الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا له فقرة عن السور المكية والسور المدنية، هل معنى هذه أنها نزلت في مكة والمدينة؟ نعم، المكية ما نزل في مكة والمدنية ما نزل في المدينة، وقيل المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل يقول بأننا حجينا هذه السنة الماضية 1437 وكان معنا صبية صغار، فقد أحرموا معنا ولكنهم لم يكملوا الحج ورجعنا الكبارين، يقول أدوا الحج تماما، أما هؤلاء الصغار فلم يكملوا الحج، ماذا عليهم الآن؟ لا بد أن تعيدوا عليهم ملابس الإحرام وترجعوا بهم إلى مكة ويؤدون العمرة التي أحرموا بها. نعم. شيخ صالح، لنا جنود بواسل على الحدود يدافعون عن هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، لعل لكم دعاء وتوجيه من سماحتكم. الجنود سواء كانوا على الحدود أو كانوا دون الحدود، كلهم في الحقيقة يخدمون المسلمين ويقومون بواجب عظيم و يحافظون على الأمن، يعني عملهم جليل، وعليهم أن يحسنوا النية ليكتب الله لهم الأجر، ولكن المرابطون على الحدود لهم زيادة أجر، لأنهم متعرضون للخطر ويسهرون الليل في الغالب، فهم أعظم أجرا. ورباط يوم في سبيل الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وقال صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نعم. شكر الله لكم سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ورفع ذكركم في الدارين. شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي معي من المخرجين والمصورين والفنيين الذين أخرجوا هذه الحلقة الطيبة المباركة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. وهذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة سلطان العتيبي، الذي يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.